اهلا وسهلا، هذه عوده من جديد حركه المرور مع سعاده الرائد نسرين. صباح الخير. اهلين، صباح النور عليك، صباح الخير على كل المشاهدين. الله يسلمك. تمام الحمد لله، وانتم كيف؟ الحمد لله بخير، تسلمي. نتعرف من خلال حضرتك على حركه المرور لهذا الصباح مع روشتة صباحيه لشركاء الطريق. نعم، اليوم الاربع ممكن يكون في صراحه كثافات عاليه جدا في ولايه الخرطوم على جميع الكباري داخل ولايه الخرطوم. نعم. تحديدا كوبري النيل الابيض اللي هو كوبري السلاح الطبي القادم من عبد الرحمن للخرطوم، في كثافه عاليه جدا. برضه كوبري المنشيه من شرق النيل للخرطوم ايضا في كثافات عاليه في الفترة الصباحية، وممكن يكون في تواجد كثيف لرجال المرور، لكن أيضا الكثافات هي لا زالت متواجدة. ممكن تكون الكثافات راجعة لأنه الناس كلها شغالة، المدارس، غير من الحراك اللي ممكن يكون في الفترة الصباحية. اليوم ما في أي كوبري مغلق، كل الكباري بتعمل بشكل طبيعي جدا. كوبري النيل الأزرق مسارين من بحر الخرطوم وكوبري المنهمر أيضا اليوم بيعمل بشكل جيد جدا، ما في أي إغلاق. جميل. أي نصيحة صباحية لشركاء الطريق وخصوصا الناس اللي كمان يعني بيكونوا ما مركزين في الشارع سعادة الرائد؟ الواحد لما يجي يقطع الشارع ما بيشوف الشارع بشكل جيد. نعم، طيب احنا من أكثر الحوادث الممكن تكون عندنا صراحة حوادث المشاة، لأنه يعني عندنا المشاة هنا في الشارع ما بيهتموا أصلا بالطريق، وممكن يكونوا ما بيعرفوا إنه يعني ما بركزوا. يعني زي لما نيجي قاطع الشارع ممكن عاين باتجاه واحد وما بعاين بالاتجاه الثاني، وده الغلط الكبير. رغم حين انه اهم شيء لازم يكون منتبه انه هو الان يعني روحه ممكن تروح في ثانيه، فلازم يعاين يمين شمال، يتاكد انه هو اصلا ما في مركبه قريبه، ما في عربيه جايه ماشيه بسرعه جنونيه، ما يقطع من محل اصلا يكون هو مغفل العربات الثانيه، يعني في زلفه بيظهر لك بين العربات. فبكون سايق المركبه ما عنده حل غير انه هو مثلا شنو يعني اذا ما لحق الفرامل ممكن عادي هو يحصل الحادث. عشان كده احنا بننبه دائما انه للمشاة تحديدا لسائقي المركبات انه ينتبهوا لهم، والمشاة نفسهم ينتبهوا لروحهم ما يترددوا في الشارع. ممكن تحديدا احيانا النساء والكبار في العمر شويه صراحه ما بعيدوا للشارع اصلا، بخشوا بس. عشان كده حوادثهم كثيره جدا. فنتمنى انهم ينتبهوا بشكل احسن وافضل عشان تقل الحوادث اللي سلامتهم. خليني يعني أبارك لك، امبارح كان اليوم العالمي للمرأة، كل سنة وأنت ناجحة وقوية ودائما في أعلى المراتب سعادة الرائد نسرين. وأنت طيبة يا رب، وكل نساء السودان ونساء الشرطة بشكل خاص أنا بقول لهم كل عام وهم بألف خير، وهم مناضلات وعاملات وبيصحوا في وقت بدري جدا عشان يقدموا الخدمات إذا كان في مجمعات خدمات الجمهور أو لنساء المرور الموجودين في الشارع، نقول لهم كل سنة وهم بألف خير. الله يكرمك، شكرا جزيلا لتواجدك معنا الصباح، تحياتي لك.